هذه النشرة برعاية ليبا براد اسي مابلر. أهلا بكم إلى أخبار نهاية الأسبوع من شبكة الكومبس. مصلحة الهجرة السويدية تستعد لتطبيق قانون جديد يخص طالبي اللجوء من الذين يدرسون في مرحلة الثانوية، حيث سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر حزيران يونيو القادم. سيمنح القانون الجديد بعض الأشخاص ممن يدرسون في المدارس الثانوية الحق في الحصول على تصريح الإقامة بالسويد لإكمال دراستهم. ومن أجل العمل بالتشريع الجديد على نطاق واسع يجب تحقيق شروط عديدة، ومن بينها أن يكون الشخص المعني قد تقدم بطلب لجوء في السويد وأن يتراوح عمره بين 17 إلى 25 عاما ويدرس في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى شروط أخرى يجب تحقيقها. لكن مسؤولة في مصلحة الهجرة قالت أنه قد يكون من الصعب فهم ما إذا كان المرء مشمولا بالقرار أم لا، وذلك لابد من العمل بشكل جاد للحصول على المعلومات الكافية حول ذلك حسب تعبيرها. تقارير سويدية تؤكد أن المزيد من الأشخاص في مدينة مالمو يطلبون المساعدة لترك العمل مع العصابات الإجرامية. ووفقا للتقارير فإن عدد الطلبات التي وصلت إلى ما يسمى بمجموعة التشاور في مالمو والتي تفصح عن رغبة أصحابها بالترك الجريمة وصل حوالي ضعف عددها في الأشهر الأولى من العام الماضي مقارنة بذات الفترة من العام الذي سبقهم. طبعا التقارير نقلت عن مسؤولة في المجموعة قولها إن أشخاصا يأتون إلى اللجنة معبرين عن خوفهم لأنهم يعتقدون أن الناس باتوا يطلقون عليهم الرصاص لأمور صغيرة جدا، ولأنهم يجدون الصعوبة في إلائهم الثقة بأي أحد. حزب البيئة يبدأ أعمال مؤتمره السنوي الذي من المقرر أن تجري فيه مناقشة عدد من القضايا الهامة أهمها المناخ ومطلب الحزب بسياسة لجوء أكثر سخاء، حيث يعقد الحزب مؤتمره تحت شعار القيادة من أجل المناخ. ويأتي انعقاد المؤتمر بعدما كشف أحدث استطلاعات الرأي عن تراجع شعبية الحزب. المتحدثة باسم البيئة وهي نائبة رئيس الحكومة إيزابيلا لوفين أكدت في كلمة لها في المؤتمر على ما يشكله تغير المناخ من تهديد وكيف يعد مهما لازدهار البلاد. وأيضا تحدثت عن الشيء الذي حققه حزب البيئة حتى الآن في هذه السياسة بالتحديد. في هذا الإطار مشاهدينا، حزب البيئة يحصل في استطلاع شعبي للرأي على 3.6% فقط من دعم الناخبين، وهي نسبة لا تؤهله الدخول إلى البرلمان في حال كانت الانتخابات قد جرت اليوم. كذلك لم يحصل الحزب الديمقراطي المسيحية على الدعم المطلوب الذي أهله للتمثيل البرلماني أيضا، حيث حصل على 3.5% من تأييد الناخبين. في المقابل استمر تراجع شعبية حزب المحافظين، فوفقا للاستطلاع الذي شرع في شهر أيار مايو الجاري حصل على أدنى مستوى دعم من قبل الناخبين حسب قياسات الرأي منذ العام 2010، فيما حقق حزب اليسار تقدما ملحوظا بعد حصوله على 8% من الأصوات، وهي أعلى نسبة يحصل عليها منذ 3 أعوام تقريبا. دوليا المشاهدين، كشف مكتب التحقيقات الجنائية الألمانية عن ارتفاع عدد حالات اختفاء اللاجئين القُصّار غير المصحوبين بذويهم خلال العام الماضي، مؤكدا أن أغلبهم يتركون نزل اللاجئين للبحث عن ذويهم. وتطالب منظمات حماية الطفل بتسريع عملية لم شمل العائلات وتسهيلها داخل ألمانيا وأوروبا، وذلك للحد من ظاهرة هروب الأطفال بمفردهم من نزل اللاجئين. كما تطالب المنظمات من نظام تسجيل مركزي يتيح إمكانية مراقبة اللاجئين القاصرين والمراهقين أيضا. أخيرا، مركز الأرصاد الجوي في السويد يؤكد أن أجزاء واسعة من البلاد ستشهد درجات حرارة صيفية مرتفعة في عطلة نهاية الأسبوع، فيما سيكون على سكان المناطق الشمالية الانتظار والتحلي بالصبر في انتظار فصل الصيف. إذن البلاد وخاصة المناطق الجنوبية ستأثر بالحرارة القادمة من جنوب أوروبا، وستشهد مناطق يوتلاند أعلى ارتفاع في درجات الحرارة يومي السبت والأحد القادمين، وسيكون الطقس مشمسا يوم
اليوم غدا السبت، فيما قد تصل درجات الحرارة إلى نحو 25 درجة مئوية، وقد تزيد إلى 30 درجة مئوية في بعض المناطق. إلا أن طبعا هذا الموضوع لن يشمل كل مناطق السويد، فهناك تفاوت ملحوظ بين الشمال والجنوب، بالتحديد أيضا المناطق الوسطى من المنطقة الشمالية في السويد سوف تشهد طقسا باردا وممطرا، وقد تهطل الأتروج في شمال نورلاند. إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ليبا براد، اس سي موبلر،